حالياً بتتعدد في مصر قصص النجاح في قطاع الدواجن وتحديداً في قطاع صغار المربين. دلوقتي هقدم لحضراتكم الطبيب البيطري محمد رضا أبو صاطي، أصبح أيقونة في تربية الدواجن وبقى ليه مريدين بالآلاف كلهم يتمنوا تكرار تجربته. خليكم معنا. محمد رضا أبو صاطي طبيب بيطري شاب، تخرج في جامعة قناة السويس سنة 2024 وبيشتغل حالياً كملقح في مزارع الإنتاج الحيواني، لكن طول عمره بيعشق الدواجن وشغلها وتسمينها وتجارتها، وبدأ التربية بمئة فرخة وعمره 13 ولا 14 سنة، وكان بيكسب منها ويصرف على دراسته، كان بيربي ويسوق إنتاجه بنفسه، ونجح في امتلاك بطارية دواجن تناسب احتياجاته لتربية 500 فرخة. ده إلى جانب عمله كطبيب بيطري واستشاري للعديد من مزارع الدواجن في محافظة الإسماعيلية. وخلي بال حضراتكم، الطبيب البيطري الشاب محمد رضا أبو صاطي دايماً بيشرح لكل محب الدواجن على مواقع التواصل الاجتماعي أفضل نظم تربية الدواجن واكتشاف الأمراض الداجنة، وبيتابعوا مئات الآلاف من مريدي ومحبي صناعة الدواجن، وبجد هو يستاهل. تعالوا نقابله ونفهم إزاي تحول لنموذج رائع في صناعة الدواجن. دكتور محمد رضا، حضرتك مش أول جدع نستضيفه في برنامج الجدعان بيربي 500 فرخة ببطارية، النماذج كتير جدا، ولكن تجربتك مختلفة شوية، لأن حضرتك باختصار شديد جدا طبيب بيطري. يعني هنا المدرسة، أنت المفروض تعلمنا إزاي نرعى 500 فرخة وإزاي نشتغل عليهم وإزاي نطلع مكسب منهم في نهاية الدورة. صح. طيب احكي لي كده بالراحة كده، بدأت القصة دي من إمتى؟ هي القصة بدأت معايا من أول خالص، من أيام ثانوية عامة. تمام. كان عندي زي أوضة كده برا البيت مش بستخدمها في حاجة، هنا في الإسماعيلية، هنا في البيت هنا. تمام. برا البيت مش بستعملها في حاجة، بدأت اللي أنا قلت أجيب فيها 50 كتكوت، فضلت شغال على 50 كتكوت، يوم ما كبر العدد معايا بقى 100 كتكوت. ولكن بعد اول سنه بقى خلاص دخلت كليه الطب البيطري، فنظرتي للفرخه اختلفت، فابتديت بقى اخد كورسات، مجموعه كورسات اشتغلت عليها عشان اعلي نفسي في فكره الامراض والتعامل معاها ازاي. كان عندي مكان غير ده شويه، كنت ربيت 500 فرخه في الارض، ده كان اول بقى حاجه كبيره اعملها، وانا الكلام ده كنت في سنه تانية كليه. اشتغلت زي سنه في ال 500 دول او سنتين، بس خلال السنتين دول انا اخدت يعني معرفه وعلم، لو ما كنتش ربيت 500 فرخه دول كطبيب مش كمربي مش كنت استفاد بيهم. زمايلي طبعا عرفوا كلهم، والمنطقه اللي انا ساكن فيها عرفوا كلهم ان انا فاهم في الفراخ، بداوا كلهم يسالوني يا دكتور محمد انا عايز اعمل مشروع، طب ايه رايك؟ فقلت بقى اجيب مجموعه صغيره كده، اجيب مجموعه صغيره وابدا واحده واحده نشتغل عليها، واصور فيديو زي اوثق الشغل بتاعي، يعني اوثق التهويه المربي يفهمها ازاي، اوثق واخلي المربي عينه تشوف الفرخه الصحيه. طب ايه اللي خلاك تعمل كده؟ متربي لنفسك وعارف اسرارك على نفسك والموضوع عدى؟ لا بقى والدوره ربنا بيكرمك فيها وخلاص. لا انت ساعتها كنت بتعمل كام في الدوره ال 500؟ 500 فرخ مكسب؟ امتحان مكسب 7000 جنيه 8000 جنيه. والنهارده؟ النهارده ال 500 ممكن يعني حد ادنى بالنسبه لي 15000، لو مريت بخساير ونافع والدنيا مش احسن حاجه 10 مثلا 12 10000. النافع عندك بيوصل لقد ايه؟ النافع عندي بيوصل ل 5% لو انا عندي مشاكل، الطبيعي 2-3% لو الدوره ماشيه في وشها والدنيا تمام معايا. حصل دروب عندي ممكن اوصل ل 5%. ماشي، يعني لغايه 5% امان. امان. بعد كده مكسب برضه. بعد كده تخسر. بعد فوق ال 5 لا فوق ال 7% ممكن المربي يخسر. ما تقول لي دراسه جدوى مشروعك انت، ال 500 دول كلفوك كام؟ جبت البطاريه ازاي؟ بتنقي الكتكوت ازاي؟ هل بتعمل تجارب هنا ولا لا؟ اكيد انت كدكتور تحاول تعمل مقارنات. صح. في العلف، في الكتكوت. صح. في الادويه. كلام مظبوط. عايزين الناس تستفيد. هو انا بقى ابتديت بقى قلت اطور بقى. فضلنا شغالين زي سنتين كده او سنه على السوشيال ان احنا نوعي الناس، فقلت انا عايز افيد اكتر. جات لي بقى فكره ان انا عندي بطاريات في نفس البيئه مثبت جميع العوامل، نفس الفرق، نفس الميه اللي بيشربها، نفس العلاج، نفس كل حاجه، واغير العلف، شغال بمجموعه علف معين والمجموعه الثانيه علف تاني، ونشوف بقى النتائج، وابدا اعرض النتائج دي للمربي.
حبه حبه بعد ما نتخطى قصه علف نجرب انواع الكتاكيت والاشتراكات الموجوده بحيث المربي يوصل ليه اكتر حاجه تديله فايده. دراسه الجدوى بقى لما نيجي نحكي في دراسه جدوى هي في ناس هتتفق وناس هتختلف معايا، انا هحسبها لك على السعر المبالغ فيه. يعني انا دايما في حسبتي بحط اعلى الحاجات واعلى الحسابات حد اقصى من التكلفه، وعند البيع بحط حد ادى. ناس بقى تختلف في النقطه دي تقول لي لا هناكل 4 كيلو، لا انا باكل 3 كيلو علف بوصل لوزن 2 كيلو و 2 كيلو 100 جرام يعني الادنى، الحد الادنى بتاعي ان انا اوصل ل 2 كيلو، يبقى 67 جنيه علف و37 جنيه كتكوت. وهنقول لو انت مربي منزل، والناس بقى تركز في القصه دي، تربيه منزليه مشروع صغير في بيتك، لما نقول 2 جنيه فرشه على 100 كتكوت يعني هتجيب شويه تبن ولا نشرب 200 300 جنيه، يبقى ال 2 3 جنيه فرشه بقى عندك مصاريفي تاني. هنقول 5 جنيه علاجات لان احنا مش هنكلف علاجات، الشعار بتاعنا برضو ان انا مش بدي ادويه عمال على بطال، الفرخه محتاجه ايه امشي معاها. لما نقول 5 جنيه ادويه ونقول كمان نافق 5 جنيه ادويه، 5 جنيه ادويه للفرخه في التربيه المنزليه. طيب في التربيه المنزليه وبقى عايز بس حد يتخانق معاك في الارقام دي. لا انا بحكي في تربيه منزليه، المزارع لها حسبه تانية. تمام. لما نقول 5 جنيه ادويه وكمان نقول مثلا عندك نافق هنضيف 7 جنيه نافق، احنا قلنا طبعا في نسبه مسموح بيها وبتكسب كمان، انا اضيفها لك على التكلفه، فتقريبا الفرخه بتكلف معاك في رينج ال 115 جنيه. النهارده البورصه ب 70 جنيه، بلاش 72. ماشي بلاش 72، احنا بنقلل اهو عشان الناس بس ما تختلفش معانا، بلاش 72 هنقول 70، 70 في 2 140 جنيه، وانت قلت لك 115 بلاش 115 خليها 120، يبقى انت بتكسب 20 جنيه في الفرخه لو انت بتربي تربيه منزليه، يبقى انت كسبان وده اقل مكسب، انت ممكن تكسب 30 جنيه واكتر لو انت شاطر في التربيه، بس انت لازم طبيب مشرف معاك. يعني ما عندوش طبيب بيطري بيشرف على مزرعته. اه ده بيخسر، ولو كسب مره بيخسر الثانيه، كسب مرتين بيخسر الثالثه. النهارده بقى في متحورات جديده جدا للامراض، وبعض الادويه للاستخدام الخاطئ اللي هو بسبب الاستغناء عن الطبيب عك معاها الدنيا، البكتيريا بتعمل ريزيست، فانا بدي ادويه ومضاد حيويه كان بتجيب نتيجه بوظناها. لما يكون معاك اول باول عندك مشكله قبل ما النافق بقى يظهر عندك والناس اللي نسمع ايه عند 10000 5000 مات نصهم والمشاكل دي، قبل ما المشاكل دي بتظهر وبلاها وجود هو بيكون لحق. بالمناسبه الطبيب البيطري الشاب محمد رضا ابو صاطي بينفذ دلوقتي شيء مهم جداً، بيعمل مقارنات ما بين شركات الأعلاف لاختيار أحسن نوع علف دجني حسب النتائج اللي بيحققها في المزرعة، وبعدها هيعمل مقارنات ما بين شركات إنتاج كتكوت التسمين وبعدها شركات الأدوية عشان يستخدم منتجاتها وهو مطمن، وأخيراً شركات المعدات الخاصة بالعنابر. إيه الأخطاء اللي بقع فيها وانا بربي تربيه منزليه؟ خد بالك انا مهتم ليه بالتربيه المنزليه، لان التربيه المنزليه احنا بنتكلم في حوالي 300 مليون فرخه سنويا. الاخطاء بقى اللي المربي بيقع فيها هي بتيجي من اول نقطه وهو انه يختار الكتكوت بتاعه. في بعض الناس بتلف في الشوارع بتبيع كتاكيت تسمين، يبقى انت مثلا متخيل انك تكون ب 35 جنيه وب 40 و37 تروح انت تلاقيه ب 5 جنيه، فتعرف ان في مشكله عندك. ففي بعض الناس بتجيب الكتاكيت دي، والكتاكيت دي هي ذكور لامهات البياضه اللي هي اصلا ما بتكبرش. اطمن ازاي ان الكتكوت اللي انا جبته حتى لو من مفرخ وشركه كبيره سليم؟ بيظهر معاك من اول 24 ساعه، تلاقي فيه نشاط، تلاقي فيه حيويه، مفيش التهابات سره، طبيعي يظهر نافق في الاسبوع الاول، لكن المؤشر بتاعك بقى اللي يديك كتكوت فعلا واطمن يبقى 100% ان الكتكوت بتاعي سليم عند اليوم السابع. في نهايه اليوم السابع لازم اخد متوسط وزن عندي. متوسط الوزن فوق ال 170 جرام انا كده شغال صح. اخد المتوسط بتاعي ازاي؟ عندي 100 كتكوت احط في كرتونه 20 كتكوت واوزنهم. ال 20 كتكوت مثلا سي 5 كيلو، هقسم 5 كيلو على 20 كتكوت يديني متوسط كتاكيت عندي. المتوسط يبقى 170 جرام، 165، مش اقل من 165 بقى ده قطعه. تمام ماشي. في طيب افرض اقل من كده اتعامل ازاي انا كمربي؟ هبدا ابص لحاجتين، الاضاءه سليمه، التهوية، انتشار الكتاكيت سليم من أول ما جم. التربية المنزلية بقى بدفي يا باشمهندس بلمبة صفراء، اللمبة الصفراء 100 واط أو 200 واط، أكبر خطأ يقع فيه يجيب اللمبة دي يعلقها بسلك طويل ويقعدها لي فوق الفرخ بشبر. الكتكوت ده في عمره الصغير عدسة العين بتاعته محتاجة لوكس وعدد لوكسات معينة في الأمطار عالية، فأنا كده مش قدرت أوفرها. طب أنا ما قدرش أوفرها، طبيعي عليها كتاكيت عندي متجمعة، دكتور الحرارة عندي 40 في المكان مش 33، ومع ذلك الفراخ متجمعه. الحل بتاعه ايه بقى؟ شيل السلك ارفعه فوق، حل مشكلته. رقم اتنين ابدا ابص ليه انتشار الكتاكيت، طول ما الفراخ منتشره في المكان
انا عندي الدنيا تمام. كون انه يتجمع على بعض او في شكل غريب تعرف كده ان في مشكله عندك، تبدا تدور عليها. في بعض الناس، ودي نقطه بقى بالذات في الصيف بقى، نقطه واحده بس، الرطوبه عنده مش مظبطه. اقول له قيس الرطوبه، يقول لي يعني رطوبه. اقول له في ترمومتر بيتباع ب 50 جنيه تشتريه عندك، بيقيس رطوبه وحراره في نفس الوقت. اللي بيقيس حراره بس ب 20 جنيه، فرق 30 جنيه هتعلقه عندك في المكان. واثق مليون في الميه الناس دي نسبه الرطوبه بعد ما تكلمني تبقى عنده 35 30 20. نسبه الرطوبه قليله بتتناسب مع درجه الحراره، فاصبح حراره عاليه او كويسه واناره والدنيا تمام، بس الرطوبه مش مظبوط. الحل بتاعها ايه بقى؟ بسيط جدا، جرد الميه وبرشه مش فوق الفراخ. انا حط الفراخ في ربع المكان، بقيه المكان برشش فيه ميه على الارض مع درجه حراره عاليه، بخار الميه بيزيد في المكان، الرطوبه عاليه تلاقي الفراخ انتشر. يبقى حلك كله شويه ميه او بخاخه ميه وبخ على الحيطان. في مثلث مسميه انا مثلث النجاح بالنسبه للمربين، يعني حط الحاجات دي قصاد عينك وصدقني هتنجح. اول حاجه في مثلث النجاح ده درجه حراره مظبوطه، تهويه مظبوطه، اناره مظبوطه، هتلاقي الدنيا عندك 10 على 10. حراره وتهويه دول روح الفرخ، مش هتحتاج ادويه. زائد بقى في كام نقطه برضو، احنا الايام دي والفتره دي والسنه دي وغير اللي قبلها وغير اللي قبلها ابتدينا نخش في حته التكنولوجيا، والتكنولوجيا بدات تخش في البيوت الصغيره. يعني انا عندي مكان 500 فرخ، عامل له لوحه تحكم، انا بجري الفراخ ديت انا اللي بشغال فيها، انا اللي بحط لهم اكل وشرب وكل حاجه وبروح شغلي. اللوحه هنا مكاني، اللوحه دي مكان اللي عامل كمبيوتر، اظبط عليها درجه الحراره كذا، اوتوماتيك الشفاط بيشتغل لوحده، خلايا التبريد تشتغل اوتوماتيك، لا عامل بقى يروح عليه نومه ولا غيره. فكل دي حاجات تكنولوجيا اقدر ادخلها في المشروع بتاعي تحسن مني وتحسن المشروع بتاعي وتكسبني، عمرها ما تبقى تكلفه عليه. ممكن تحس التكلفه عاليه في البدايه بس لها مردود. مزرعه الطبيب البيطري الشاب محمد رضا ابو صاطي علمته كتير واضافت لخبراته، ده الى جانب عمله كاستشاري لمزارع الدواجن. وبالمناسبة هو بينقل خبراته للمربين في كل مدن القناة، ومصر على تطبيق أعلى معايير الأمان الحيوي في المزارع.